سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. الشعب السوري بهاي الفترة هو أحوج ما يكون للدعم والمساندة، ومين بيدعم الأخ أكتر من أخوه؟ رح نحكي اليوم عن منظمة سورية عم تواكب معاناة السوريين وتكون جاهزة للدعم، وهي منظمة شفق. تأسست منظمة شفق رسمياً سنة 2013، وفعلياً كانت مبلشة شغل من 2011، يعني من أول ما ظهرت الحاجة لوجود مثل هاي المنظمات. تم تشكيلها من قبل السوريين للسوريين بهدف تلبية احتياجات حياتهم، مع الحفاظ على الكرامة والمساواة والإنسانية والتركيز على الاستدامة والاستقلالية. ما بتهدف المنظمة بأي عمل من أعمالها للربح، وهدف تقديم المساعدة الصحية الاجتماعية الاقتصادية للناس بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية وعلى المدى الطويل، المساهمة باستعادة وإعادة بناء المجتمع على الحرية والعدالة وأساس المساواة. تهتم شفق بشكل خاص بتقديم الدعم والمساعدة للجرحى والمرضى والنازحين والمنكوبين والناس اللي فقدوا مأواهم، بالإضافة للناس المهمشين والمعرضين للخطر اجتماعياً واقتصادياً، وبشكل خاص للنساء والأطفال. وبتسعى لتكون المساعدة المقدمة هي مساعدة مستدامة بحيث يقدروا المستفيدين يعيلوا أنفسهم لاحقاً. هاي المساعدات بتتقدم من خلال عدة قطاعات: قطاع التمكين يلي بيتضمن تمكين المرأة وحمايتها من العنف، حقوق الطفل، الدعم النفسي للأطفال، قطاع الصحة، قطاع التعليم، القطاع الخدمي، القطاع الغذائي وغيرهم. ومع الأحداث الأخيرة بمدينة حلب وإجلاء المدنيين منها باتجاه ريف حلب وإدلب، كانت منظمة شفق من أولى المنظمات الموجودة لاستقبال النازحين وتقديم الدعم والاحتياجات اللازمة لهم، فقامت بتجهيز مراكز استقبال بالساحات اللي وصلت إلى الباصات بسرمدة باب الهوى بمدينة إدلب، وتم تسجيل أسماء الواصلين واحتياجاتهم، وشكلت المنظمة فرق مختصة لتوفير استجابة سريعة لكل الاحتياجات. بلشت عملها من خلال حملة لدعم العوائل القادمة من حلب. الخطوة الأولى كانت تأمين مواد إغاثية طارئة مثل وجبات أكل جاهزة وأغطية ومجموعة النظافة والصحة العامة وألعاب الأطفال، بالإضافة لتقديم الدعم النفسي الأولي من خلال فرق شفق المتخصصة بهالمجال والدعم الطبي والفحص الغذائي وتعقب الأطفال المفقودين. هذا العمل بالتعاون مع المجالس المحلية بالمنطقة والمنظمات التانية العاملة بتقديم الدعم للقادمين الجدد حلو، يعطيكم العافية، بس المنظمة هلأ بحاجتنا، بحاجة كل سوري، أو بالأحرى أهل حلب بحاجتنا وبحاجة كل سوري. مشان هيك خلينا نكون سوريين لبعض حقيقيين، ونتبرع باللي بنقدر عليه للمنظمة لمساعدة أهالي حلب. بتلاقوا بوصف الحلقة روابط المنظمة، وبهي الروابط بتلاقوا طريقة التبرع ورقم الحساب. ما تنسوا، لازم نكون دائما سوا ونكون دوما سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.